وتقدم امام عبد الله الشنقيطي ولعبها في مكان جميل ليناردو لينس، واحد من ابرز الاسماء منذ الظهر، ويتقدم وفابيو مره ثانيه في مكان خطير، في مكان خطير، في مكان جميل. العرضيه حاول يمر وفابيو امامه تدخل في كره مرتده وكره بتمر وتوصل مره ثانيه لاهداف هنا في هذا اللقاء في اهم المباراه. خط خطير والسو صدق. شوف لي هذا الاستلام، هنا غياب التغطيه لليبو بديش المرمى والتعادل مهم شبه في الكرات الثابته. المهمة على صاحب الارض والجمهور، التسديد والهدف الثاني. هذا افرح بالعوده، افرح بقوه الشخصيه، افرح هلال يسدد على الطاير. بيت الميازة حط الكره بالراس وينوليفا الجزاء الان قد تسجل وقد تضيع. فماشي كلام الهزول الهزول والوقفه خايبه ويحطها 1-0 واحد صعزول دافيد دخية 1-0 وقفته كانت سيئة جدا، جابها دخية ماهيش قوية 100%. يا دخية هدف الثاني وهدف التعادل في حالة انتشاء الآن يجني ويحصد مانشستر. الشوف سارة ورد يا فريد أيوة تسديدة كأنها ضرب جزاء متح 1-1 مانشستر كاغولاثو عن طريق فريد. هذه التمريرة من قرب اللاعب أدام أبو جانجا منتخب غامبيا. إذن تقدم المنتخب الغامبي شيء غامبيا بالفوز طبعا حتضمن المركز الأول. من قرب مارونغ راح وتقدم مارونغ وركلة جزاء لمنتخب غامبيا. انكرت هناك عيون هلاجي سايني ثالث اهداف منتخب غامبيا في حارس المرمى جيبان. اليوفي من وسط الميدان الكره عن طريق فاجولي اوبا با 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 با. شوف التسديد ولا لا جول. يا سلام على التسديده يا سلام. ولا فاجولي لعبها في وسط الميدان رجعت له فاجولي وصل ودي ماريا با 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 با. ولا لا يا دي ماريا دي ماريا جزاء سجل إثراء اليوفي الهدف الثاني هدفان مقابل على الزاوية اليسرى وتسجيل هدفين في هذه العشرين دقيقة الأولى من بابا 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 فلاوفيتش وغول من والرأسية هنا من دي ماريا. أهداف سجلهم دي ماريا دخلت وصلت لي العمل الدخول لم يتردد في الإعلان عن ضربة جزاء. شبران يتقدم نحن العائلة نعم ونحن نؤازر نعم حتى في أصعب الفترة فارقة من أجل أداء أفضل. نونيس يأتي بالكرة العرضية المرسلة خطير المحاولة الله الآن طريق الأضواء صبيها وعبر وبالتالي لاحظ العمل كل العمل الله في الكرة الماضية التمرير الماضية سهل مهمة سرابيا الذي رحب بصار هذا البديل تسديده من هذا المكان وعبر باللقطة وبالكرة الماضية يا الله يا قبل الدقة يحتاج إلى الشجاعة دقة المرور التي حضر لا تمت قبل أن تكون